احمر، اهلا بيك في موقع في اليوم، مرحب بيك طبعا. اتكلمنا عن بطوله ام افريقيا لكره اليد، توقعاتك ليها الفتره اللي جايه لمنتخب مصر بما انك احد اساطير المنتخب. ربنا يخليك. بتمنى ان شاء الله. طبعا المنتخب مليان عناصر مهمه ولاعيبه محترفين ولاعيبه صاعده، عندنا جيل محترم، عندنا فرقه كبيره. ممكن شويه المشكله ان في اصابات، دودو السيد، عندنا حسن قداح، عندنا كذا واحد، لكن ان شاء الله باقي الناس المتواجده ان شاء الله هتقدر تعمل حاجه كويسه. وطبيعي ان شاء الله ان البطوله دي مهمه جدا لان هي بتاهل ان شاء الله لاولمبياد باريس، فربنا يوفق ان شاء الله نقدر ناخد البطوله ان شاء الله. ردك على بعض الجماهير بتقول ان احنا مجموعتنا سهله، هل المجموعه لا هي مجموعه كده ما بتفرقش؟ هو اللي بيفرق اصلا عامه في بطوله افريقيا بنبدا نتكلم من اول كوارتر فاينل، فيعني لا ان شاء الله خير، ربنا يسهل. في مشكله طبعا، انت هتلعب في السيمي فاينل تونس، ودي حاجه مش سهله، لان واحد فيكم بس اللي هيوصل فاينل، وده حتى هيفرق لا قدر الله ان مصر لو خسرت فهتلعب هتاخد ثالث، وده هيبقى في الملاحق في الكواليفيكيشن هيبقى يخليك تصنيفك وحش، فالموضوع صعب في الحته دي في السيمي فاينل، لكن ان شاء الله خير. يعني ان شاء الله بطوله عندنا، وان شاء الله الناس رجاله وفريق محترم مليان امكانيات كويسه، فان شاء الله ربنا يوفقنا ونكسب ان شاء الله. ممكن توجه رساله للاعيبه منتخب مصر بما انك حضرتك معتزل دولي، فتوجه لهم رساله لزمايلك؟ يعني ان شاء الله خير. انا واثق فيكم، انا يعني لعبت معاكم فتره كبيره وعارف قد ايه ان احنا عندنا امكانيات كويسه وعندنا لعيبه موهوبه وعندنا لعيبه خلاص نضجت بشكل كبير. انا ان شاء الله يعني بتمنى منهم ان شاء الله ان هم يحسوا طبعا بالجمهور والكلام ده كله، يطلعوا اكتر حاجه عندهم، وان شاء الله يفرحوا جماهيرنا ان شاء الله ونوصل الاولمبياد. لو وصلنا الاولمبياد هل ممكن نعمل نحقق ميداليه تاريخيه؟ وارد بشكل كبير، لان المواضيع ما يعني هي بتبقى الفتره دي عامله ازاي ما تقدرش تقول حاجه، لكن الفتره اللي بيتلعب فيها الاولمبياد انت حالتك الفريق عامله ازاي، ناس هترجع من الاصابات، الكلام ده كله يعني ان شاء الله خير. اخر سؤال، ممكن ترشح لي لعيب من الناشئين ممكن في المستقبل يبقى كابتن احمد الاحمر الجديد؟ لا احنا عندنا لعيبه كتير كويسين، يعني انت بتتكلم في فريق ما شاء الله اللعيبه يعني لو اسمك كده كلاعب موجود، يعني ما ينفعش هم كلهم، يعني انت بتتكلم في اللعيبه اللي مواليد 2000، فانت بتتكلم حسن قداح وفدودو وحميد حراسه المرمى، بتتكلم في الجيل الاكبر منهم، فانت بتتكلم لا في يحيى الدرع، في سيف الدرع، في لا انا مش عايز انسى حتى هم كلهم ما شاء الله فرقه، ويحيى خالد طبعا ومهاب، فانت عندك لعيبه كتير كويسين. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك، تسلم، ربنا يخليك.